من 3 سنوات ولليوم اسم شيرين عبد الوهاب ما غاب عن العناوين وعن لسان الناس، ومع كل أزمة جديدة شيرين كانت قادرة بعد وقت ترجع وتستكمل نجوميتها، ولكن يبدو أنها السيناريو المتكرر بين إخفاقات ونجاحات جسد ونفسية شيرين ما عادوا قادرين يستحملوه، فوصلت إلى ما أقرها التقرير الطبي المبدئي بأنها تعاني من هياج عصبي واضطراب نفسي، والمزيد في تراكينج ستوري نمبر 1. كل سنة وهي طيبة ويبعد عنا أولاد الحرام هالأمنية اللي شاركتنا فيها والدة شيرين والابتسامة على وجهها الأسبوع الماضي. يبدو أنها صعبت المدار الكلام حول دخول شيرين المستشفى بعد تعرضها للضرب على يد شقيقها محمد عبد الوهاب، ليصرح هو لاحقا أنه لم يضرب شيرين وأن إدخالها المستشفى كان واجبه لحمايتها مما سماهم بالعصابة، ذاكرا اسم حسام حبيب وسار الطباخ واللي اتهمهم بجر شقيقته للضياع. حب لك كان حلم عمري واتقلب لعنة. فيبدو أن المصالحة القضائية مؤخرا بين شيرين وحسام أعادت مجرى العلاقة بينهم، ولكن هالنهاية السريعة ما كان أحد يتوقعها. حبك هو اللي ساعدني وهو اللي قواني، وشكرا قوي أن أنا النهاردة أنت كنت معي. فالظاهر أن حب الناس لها ما كان كافي ليطلعها من اللي هي فيه، ووسط العناوين الكثيرة اللي حاولت تخمين وضعها شيرين وسط طريق مجهول. وأزمات شيرين المتكررة خلت البعض يشبهها بالراحلة ويتني هيوستن. وبمقابل الأصوات اللي طالبت بأجوبة حول اللي صاير في مجتاحة رسائل الدعم لشيرين، السوشيال ميديا والأكثار أكدوا بأنها قادرة على العودة بقوة أكبر من السابق. شيرين هتبقى كويسة وهي كويسة، وإن شاء الله ترجع أقوى من الأول، ولجمهورها اللي بيحبها والبناتها اللي بيحبوها والحياتها والفنها والصوتها الجميل اللي كلنا بنحبه ونسعد به. مفيش حد ما بيمرش بأزمات، مفيش حد ما بيمرش بظروف خاصة، مفيش حد ما عندوش محنة في حياته، كلنا على فكرة كلنا. أنا مريت بظروف في يوم من الأيام كانت مش أحسن حاجة، وكانت شيرين مش سايباني، وعمري في حياتي ما هنساها لها. يا رب إن شاء الله يشيل عنها الصعوبات اللي بتمر بيها في حياتها، ظروف صعبة وقاسية. وأنا شايف من واجبي بما إنها بتنتمي لوسط الغنائي وهي من أجمل الأصوات، إن كل الناس مش أنا بس، يعني كل الناس بتسبورت شيرين، لأن هي صوت عظيم، صوت مصري أصيل، وتستحق كل الدعم. وإن شاء الله ده ابتلاء ويعدي على خير وظروفها تبقى أحسن، وربنا يصلح لها الحال إن شاء الله. وهالدعم قابل موجة هجوم على حسام حبيب، إذا اعتبر الكثار أن حبها له هو الخطوة الأولى اللي أخذتها باتجاه الهلاك. فشذا حسون رأت أن الخذلان، الاستغلال، الحب الزائف، اللعب بالعقول والقلوب والثقة العمياء كلها أسباب أوصلت شيرين لهذا الوضع. كما طالبت بعقاب هذا النوع من الرجال واللي وصفته بالنرجسيقات والتحليلات. بيبقى السؤال، هل ستنتهي هالأزمة على خير وتعود شيرين إلى جمهورها، أم أن السيناريو تغير؟قول لشيرين اللي انتي جامدة وبتعدي بمرحلة ممكن تكون بداية ليكي مش نهاية، واحنا عارفين اللي انتي مريتي بكتير، وانا متأكد اللي انتي الفترة اللي جاية هتبقي اقوى من اللي فاتت، وهتقومي وهتقفي، وعادي جدا بنقع وبنقوم. لازم تقومي عشان بناتك وعشان جمهورك وعشان أهلك. لما حد يلاقي عنده ناس بتحبه بالطريقة دي ينسى أي حاجة وينسى مشاكله وينسى أي حد ضايقه ويعيش عشانهم. فأنا واثقة ومتأكدة أن شيرين لكل جواد كبوة هي بعد الأزمة دي هتقوم منها أحسن وأنجح، وهتبقى نجمها أعلى في السماء أكتر وأكتر، لأن احنا كلنا بنحبها.